بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عظيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اليوم الحال عكس ما جاء في هذه الآية الكريمة، ليس هناك وحدة، حتى العرب حبوا وحدوا روحهم على الغدر ببعضهم البعض وسفك دماء البعض عن يد آثم من البعض ونمجر. إذا حتى العرب كلاوا على رؤوسهم لأنهم ما عرفوش ذكر ربي اليوم اللي بالإسلام، واللي عندهم ذكر واللي عندهم وزن واللي عندهم الريادة العالمية. وقت اللي المسألة غابت عنهم ولا ورجوا لسيرات الأولى يقتلوا، خاصة الخيار يقتلون حتى يمحى الإسلام. ولكن حط في بالك، أهل الإسلام ماض إياكم ساعة، حبوا لا تكروا، اقتلوا ما طاب لكم قتله وجمل فعلكم في هذه الجريمة النكرة. لكن حط في بالك، الإسلام هو من نور الله، ونور الله لا يقدر عليه أي طاغية ولا يفنيه أي جماعة باغية. نسأل الله النصر المبين والمقيم لدين الله كما أراده الله. ونجحت بالجماعة الأولى بقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الخير محبوب من الأنام عند أمة موحدة وأمة موحدة. والسلام.